فريق لفن الأكابيلا في مصر. أهلا بيكم معنا في تجربة كلاكسيكيات. على الأكابيلا سأل داليا. داليا يونس، يعني أنت القائدة بتاعت الفريق الحلو ده. شرف ليا والله. يعني خلينا برضو نرجع نقول للناس أنه الأكابيلا زي ما بنقول هي غناء بالصوت، يعني بتقدموا كل الأغاني باستخدام الصوت. بيفكرنا طبعا يمكن المعزوفة أو الأغنية الوحيدة للفنان الرائع محمد فوزي، طمني. كلمني اتعملت طمني. سنة 56، ويمكن هي يعني منفردة كده لوحدها يعني، وخدت نجاح كبير جدا. هو ده كمان يعني عمل كمان تشجيع انه الفن ده تقدروا تختاروا ازاي بعض، يعني لازم الاصوات دي كلها تبقى حلوه اصلا، لان يعني مفيش معاكوا الات يعني. صحيح، الاصوات مش بس لازم تكون حلوه، لكن لازم تكون الودان حلوه. لانه في الاكابيلا احنا بنظبط صوتنا على صوت بعض مش على صوت الالات، فده اصعب بكتير طبعا. ومحتاج انه الشخص اللي يمارس ده يبقى ماشي قوي بقواعد الموسيقى الكلاسيكيه اللي احيانا بتتعارض مع الحاجات اللي الشخص اتعلمها في اي صور غنى قبل كده. عشان كده احنا بنفخر جدا ان الناس كلها اللي بتغني معانا في كلاكسكيات، مفيش ولا واحد فيهم بما فيهم انا دارس موسيقى بشكل اكاديمي، لكن احنا كلنا اتعلمنا ذاتيا، علمنا بعض وساعدنا بعض ان احنا نوصل لمستوى قريب جدا من المحترفين ومن فرق الأكابيلا. بتاخد يعني ايه الفرق؟ يعني مثلا لو انا في فرقه كورال بيستخدموا صوتهم ومزيكا، وانتوا بس بتستخدموا صوتكم، ايه نوع التدريب علشان تطلعوا يعني الاغاني او تطلعوا المعزوفات بقى او المقطوعات اللي هتقولوها؟ اول حاجه احنا لازم نفهم الموسيقى، يعني في ناس كتير قوي بس بيكونوا مؤديين بيعملوا المطلوب منهم يمشوا مع الاله دي وخلاص، فاحنا لازم نكون فاهمين الموسيقى، الفلسفه ورا الموسيقى دي ايه، وفاهمين كمان انه اختلافات صوتنا هي حاجه في صالح الاكابيلا. فهتلاحظي حضرتك ان في ناس صوتهم اعمق من ناس، في ناس صوتهم احد قوي، فتوظيف كل صوت ايوه كانها بتعمليها الات، زي الات يعني، زي ما في الاوركسترا في تشالو في كمانجا في كونترباس في فلوت، العزف بالصوت. احنا نفس الكلام، احنا يعني عندنا اربع مجموعات اساسيه اللي هم السوبرانو والالتو في الستات والتنور والبيس في الرجاله. فاحنا بنيجي نعمل اوديشنز للناس او نجرب تجارب الاداء، مجرد بس بنتاكد ان هم يقدروا يقلدوا لحن يعرفوه، وبنعرف المدى الصوتي بتاعهم يفت او يعني ينفع اكتر في انهي جروب في الاربعه دول، وبنغني بقى بناء عليه. تمام. طيب بتختاروا بقى الاغاني اللي هتغنوها بناء على يكون فيها المقامات، يكون فيها الغنى الصوتي هيبقى سهل، ولا ما ينفعش اغنيه مليانه مزيكا الحقيقه انا، ولا مش فرق؟ انا بيبقى عندي رؤيه كده، يعني في موسيقى معينه انا لما اسمعها الاغنيه احس انها تبقى حاجه حلوه قوي بالاكابيلا، واحيانا بيبقى في قصه او في اغلب الوقت بيبقى في قصه ورا الاغنيه. فمثلا اول ورشه خالص عملناها لكلاكسي عشان نعلم الناس ايه هو الاكابيلا وكده، عملنا اغنيه اسمها مش كل الكلام له صوت. فيها شرحنا للناس انه في فئه كبيره من المجتمع اللي هم الصم وضعاف السمع والبكم ما بيتكلموش لغتنا، لكن هم ليهم صوت، ليهم لغه طبعًا خاصه طبعًا بيهم طبعًا. فوزعنا الجزء الاخير في السيمفونيه التاسعه لبيتهوفن اللي يعتقد ان هو الفه وهو ما بيسمعش،
وكتبت انا كلمات عليها على اللحن المشهور ده في رساله انه الشخص ممكن يكون فقد سمعه في اخر حياته زي بيتهوفن، لكنه عمل حاجه تكاد تكون من اهم قطع الموسيقى في التاريخ. دي حقيقه. فممكن نسمع دي سوا ونشوف الصوت والاشاره والاصوات المختلفه بتعمل ايه. يلا نسمع. يلا بينا. مش قادر يسمعك لكن مش كل الكلام له صوت. كم إشارات تعلمهم يفهم منك المقصود. دي بحبك ودي ربنا معاك وأنا سعد. مش قادر يسمعك لكن مش كل الكلام له صوت. لما تكون في الغربة وتايه مش فاهم بيقولوا ايه، وتلاقي اللي بيفهم لغتك شوف ده يطمن قد ايه. دي بحبك ودي ربنا معاك وانا هساعدك. مش قادر يسمعك لكن مش كل الكلام له صوت. انا مبسوطه لانه حاسه انه الاغاني كمان قصيره وتقدروا تقدموا اغاني كتير. الاغنيه الواحده ممكن نقعد نشتغل عليها شهور. طب خلينا نقول يا جماعه خبر حلو، مصر جابت جون. مبروك. فخلينا نقول انه يعني جون من مرموش. انا شخصيا قاعده على اعصابي، بس كان عندي امل انه مصر تفوز ولسه الامل موجود. مرموش ده جول التعادل مع مصر امام غانا، ان شاء الله خير ونكمل يعني. ان شاء الله. وانتوا بتغنوا الحاله، الحاجات الصغيره دي بتعمل حاله يعني. جمهوركم مين بقى؟ جمهورنا هو اي حد عاوز يسمع حاجه مختلفه في المشهد الموسيقي المصري، لانه بعد شويه الواحد بيشوف ان الناس بقت تقلد بعضها، بقوا يعملوا نفس الحاجه. أيوة طبعا. بس احنا بنعمل حاجه مختلفه جدا. بنحاول ان احنا نقدم قيمه ورا اللي احنا بنقدمه. القيمه دي مش بس قيمه فنيه، يعني انا ممكن اقعد اشتغل على توزيع من التوزيعات دي 3 شهور مثلا، لكن القيمه الاهم اللي هي القيمه الانسانيه بتاعت فكره الاكابيلا، ان احنا كل واحد فينا مختلف لكن التناغم بتاعنا مع بعض بيطلع حاجه حلوه جدا، وحاجه ما فيش واحد فينا بما فيهم يعني انا قائده الفريق ما اقدرش ابقى قائده فريق من غيرهم. طبعا. هم الاساس اللي طبعا. كل واحد فيهم بيعمل دوره باتقان شديد جدا جدا، وفي نفس الوقت بيحافظ على هويته وعلى صوته وبيتطور هو شخصيا وموسيقيا كتير. انتوا اكيد كل واحد بيشتغل حاجه مختلفه يعني. ده حقيقي. فبتتجمعوا بتعملوا بروفات قد ايه؟ بتاخدوا وقت قد ايه؟ هو الحقيقه احنا بروفاتنا ورك فريندلي جدا، يعني انا عشان انا كان شخصيا موظفه وبشتغل لحد الساعه 5 عادي، فانا دايما بخلي بروفاتنا بعد الساعه 6 سواء في وسط الاسبوع او في الويك اند. عاده بنفضل الويك اند علشان الناس تبقى مرتاحه اكتر. بيبقى عندنا بروف على الاقل مره في الاسبوع 3 ساعات، وعندنا كمان كل فتره بنعمل ورشه لاستضافه اعضاء جداد. احنا عندنا ورشه يوم السبت جاي، ممكن الناس تنضم. طبعا طبعا يقدروا يقدموا دلوقتي. اهلا وسهلا بيهم، يقدروا يقدموا. بس واضح انه يعني الغلبه للنساء. ده في كل الفرق الموسيقيه. برافو. معلش في 3 رجال كده مظلومين بس شايلين برضو يعني. ده التينور صح؟ ده التينور والبيز. التينور والبيز يعني. 4. طيب تمام، 4 بس يعني. طب انا يعني من كتر ما انا عايزه اتكلم بس عايزه اسمعكم. هنسمع ايه؟ تعالي نسمع اغنيه من تراث مدن القناه. الله، حاجه نفرفش بيها بقى. حاجه نفرفش بيها. مصر جابت جول يعني. نشجع مصر كده. نشجع مصر بيها. No, 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 no,
خلدي. آه يا للي يا للي يا للي يا أبو العيون السود يا خلدي. يا للي يا للي يا للي خليك على كيفك تملي. عيني يا للي يا سيدي يا للي يا للي يا روحي يا للي يا للي. آهي 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 آهي. سبان اختشى الورد قال ده من يا لالي. قال العنب قال العنب افتحوا ده العاشق المسكين يا لالي. يا عيني يا لالي يا سيدي يا لالي يا لالي يا لالي. آهي 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 انا اسمر وكل البيت يحبوني يا لالي. يا عطرون يا عود ما بين الورد شبكوني يا لالي. يا عيني يا لالي يا سيدي يا لالي يا روحي يا لالي. آهي آهي كنت معاكم على فكره. هبقى اجي اتدرب انا بقى في المجموعه الجديده دي. بس انا بحيي كمان الرجال لان في صوت منهم كانه هارب. اه صحيح احنا يعني عندنا صوت كانه تشلو كمان تشلو هارب. آه. اه في صوت كان عامل كان مديني احساس تشلو ورا حقيقي يعني. فبرضه وجودهم مهم. صحيح هم وجودهم كمان يعني زي ما في الاول سمعنا امل ودينا بيغنوا السولو دلوقتي انا وهبه كنا بنغني سولو. مهم كمان ان احنا نوظف انت السولو. كمان عندك سوبرانو شويه الاكشلي السوبرانو بقى هنسمعه في الاغنيه الجايه. فاحنا من ضمن التجارب بتاعتنا ان احنا نمزج انماط موسيقيه مختلفه جدا مع بعض لا تتخيلي انها ممكن تتمزج. حلوه من التراث كان يغنيها محمد منير. صحيح الاغنيه اصلا من تراث مدن القناه. في ناس كتير فاكره من تراث الصعيد بس هي الحقيقه مدن القناه وتحديدا الفرقه اللي كانت بتعزف على السمسميه هم اصل اللحن ده. تمام. من هناك. دي معلومه بنحب دايما ان احنا ننشرها للناس. التجربه اللي عايزه اسمعها لك هي تجربه لمزج الاغاني الشوارع الكلاسيكيه تمام باغاني الشوارع المصريه. خلاص ايه اللي هيحصل لو عملنا ده وبعدين ناخد فاصل نسمعها منكم. ماشي. تجارب الشوارع المصريه مع الكلاسيكيه. مع الكلاسيكيه. مفيش صاحب مفيش صاحب مفيش صاحب بيتصاحب مفيش راجل بقى راجل بيتعامل ويتعامل طلع سلاحك متكامل مفيش صاحب بيتصاحب مفيش راجل بقى راجل بتعامل ويتعامل طلع سلاحك متكامل مفيش صاحب يتصاحب
مش طبيب يداوي يروح على فين ونيجي منين عالم مليان بلاوي مفيش معلش